أقيمت في غازي عنتاب التركية انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس محافظة ريف دمشق، أسفرت عن انتخاب رئيس للمجلس ونائب له وعشرة أعضاء للمكتب التنفيذي. عملية الانتخاب جرت وسط تسارع للأحداث الميدانية في ريف دمشق، توازيها تطورات سياسية أفرزت مجالس محلية في عدة محافظات سورية كحلب مثلا. بكل تأكيد هناك رقابة، والرقابة إما أن تكون رقابة شعبية وإما أن تكون رقابة رسمية. أنا أتحدث في الجانب الرسمي للرقابة. قولا واحدا، الوزارة سوف تقوم بمبدأ المحاسبة، والمحاسبة لا تكون إلا للمسيء. وبالتالي من يتخيل أن الحكومة المؤقتة وتحديدا وزارة الإدارة المحلية لا تعتمد مبدأ المحاسبة ومبدأ المساءلة فهو قولا واحدا وهم. محافظة ريف دمشق تعرضت منذ بداية الثورة لهجوم شرس من قبل قوات النظام، فحاصرها لسنتين وحتى الآن وقصفها بالكيماوي فضلا عن القصف بالطيران والمدافع، مما أحال بيوتا كثيرة في قرى ومدن ريف دمشق إلى دمار، وهو على ما يبدو قد استرعى اهتمام أبناء تلك المناطق لتشكيل جسم سياسي وإداري لمحاولة النهوض مرة أخرى وإعادة البناء والإعمار. الانتخابات جرت برعاية وزارة الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة من خلال الإشراف والتنظيم المباشر لسير العملية الانتخابية، والتي كانت عبر عملية الاقتراع المباشر في الصناديق أو عن طريق التصويت الحديث بالإنترنت وبرامج السكايب، والذي فرضته أجواء القصف وانعدام وسائل الحياة في كثير من المناطق السورية وصعوبة التنقل للمخولين بالتصويت. أصلاً في المجالس المحلية في الداخل كلهم عندهم علم بهذه الانتخابات، والانتخابات أصلا حدثت في الداخل، لكن صعوبة ريف دمشق وتفتتها وتشرزمها من قبل النظام أدى إلى عمل 21 وحدة انتخابية أو دائرة انتخابية. منذ 3 أشهر كان هناك المؤتمر الذي نحن بصدده الآن، كان من الممكن يعقد في القلمون، ولكن نحن نعلم وما أدرك القلمون وما حصل بها. ولذلك نتأسف أنه نكون موجودين في هذا المكان وليس في الداخل لعدم وجود أي مكان. تم في نهاية المطاف انتخاب السيد أسامة نتوف رئيسا لمجلس محافظة ريف دمشق بعد إعلان اللجنة المنظمة للانتخابات فوزه ب30 صوتا. وبالتالي فاز برئاسة المجلس السيد أسامة نتوف. وأعلن منسق الانتخابات عن وجود لجنة للطحون تستقبل طلبات الطعن على النتائج أو طرق الفرز وقانونية العملية بشكل عام. لمجلس محافظة ريف دمشق هو الشق المدني والوجه الآخر للعمل الثوري. أهم المعوقات هي الحصار الذي يفرضه النظام على مناطق ريف دمشق، وتقطيع أوصال المحافظة بهذا الحصار. لتبقى هذه المكاتب الخاصة بالمحافظات السورية محط تساؤلات السوريين عن جدواها ومدى أهميتها المباشرة لخدمة قضيتهم التي خرجوا من أجلها وقدموا الغالية والنفيسة لنيلها.